يبا شو مقعدك لهالحزة؟ ليش ما نمت؟ أفكر بهالدنيا وأحوالها يا حصة. أنت زعلتي وعصبتي عشان هالمسكين حارس العمارة سنق، واتهمتيه أنه سارق منك 20 ريال، وكذبتي على هالمرحوم وظلمت عياله وإخوانه ملايين الريالات. مشكور يبا ما قصرت، هذا رأيك فيني؟ أنا حرامية؟ لا العفو يا بنتي العفو. الفقارة والمساكين اللي يسرقون 10 ولا 20 ريال يسمونهم حرامية، واللي يسرقون الملايين يسمونهم شطار وأذكية. مبروك يا بنتي، دخلتي نادي الأذكية. يلا يلا يقعد شنطتك. ليه؟ عشان نرجع البيت. إلي ليه؟ لا مش هنرجع البيت، أنا أصلاً كده كده إن شاء الله بكرة هقدم استقالتي وارجع مصر. ترجعي مصر؟ طب اعملي اللي أنت عايزاه، بس مش هترجعي مصر من هنا، هترجعيه من بيت أخوكي. لا يلا. معلش بيت أخويا ده أنا انطردت منه، ولو عايزني أرجع اللي طردتني تيجي لغاية هنا تعتذر لي، وساعتها أبقى أفكر أرجع ولا لأ. يا رب يا رب ارحمني يا رب. حاضر يبا حاضر، بكرة الصبح أروح أتنازل لهم عن كل شيء وقعدانا على بساط الفقر. أحسن ما تقعدين على بساط الجمر على لهيب النار، هذا حق أيتام. أوهو ذاكر الصبح أبي سنقي يوديني المستشفى. مستشفى ليش؟ أي ولهت على إخلاص؟ مو شغلك، بكيفي أنا ولهت على عيوني، براجع الطبيب اللي قال لي إنه بيسوي لي عملية ويمكن إن شاء الله فتح. ولا تبي نظل طول عمري مغمض علشان ما أشوف بلاويك؟ أنت سمعت الطبيب قال إنك بتفتح؟ خلاص اللي قالت لي. تكذب عليك. ها؟ عنيدة وراسك يابس، أنا خايف يا حصة إنك تدمرينها معاكي.